والآن نتحول إلى أهم أنباء الطقس. نعود فيها من جديد إلى فاطمة خليل. شكرا إيمان، شكرا ريهام، وأهلا بكم مشاهدينا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس بارد صباحا دافئ نهارا على قارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 25، الصغرى 14، اسكندرية 25-14، مطروح 28-14، بورسعيد 23-15، الإسماعيلية 26-13، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 25-14، العريش 24-12، طب 24-14، شرم الشيخ 27-17، الغردقة 27-15، وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 29-12، أسوان 30-12، الوادي الجديد 29-9، شلاتين 29-16، حلايب 24-17، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.